لما سألتكم وين حابين تروحوا 60 دقيقة كتير منكم اختاروا البحر والأجواء الحلوة والجزر، وأنا اليوم رح أخذكم إلى وجهة جديدة ضمن حملة تنفس روح السعودية اللي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة، واخترت لكم أملج. تقع جنوب غرب تبوك بمسافة 500 كيلومتر، تتمركز شمال مدينة يومبو على بعد 150 كيلومتر. هي مدينة ساحلية، كل يلي بحبوا الشواطئ واللي هربانين هلأ ليروحوا على البحر يقعدوا شوي فيكن تهربوا إلى أملج وتاخذوا لكم 3-4 أيام وتستمتعوا بالأجواء. هي مدينة ساحلية بتتميز بالشواطئ، الجزر الممتدة، وفرة الأحياء البحرية والشعب المرجانية، كما بتضم العديد من المواقع التراثية يلي بتعبر عن حضارة وروعة المكان مثل قصر الإمارة القديم. فيكم تتجولوا ببلدة أملج القديمة أو موقع الغباية اللي بيضم بعض أثار وأطلال مدينة الحوراء التاريخية. هلأ شو فيكم تعملوا بأملج أو في شو أو شو في نشاطات؟ في أنشطة سياحية كتيرة، في شركات بتوفر جولات لمدة 3 أيام لتجربة مشاهدة النجوم بالجزر المجاورة وفي الصحراء، وبتشمل باقات يعني ما تعتيلوا الهم، كل شيء متوفر وموجود. الفنادق أيضا موجودة على الشواطئ كلها، كمان المطاعم بمطابخها المنوعة. لكن اللي حابين يروحوا إلى وجهة سياحية فيها البحر، ما لكم إلا شواطئ أملج يلي تعتبر أكيد أحد أهم مواقع الجذب السياحي لمحبي زيارة الشواطئ برمالة الناعمة ونخيلة المنتشرة. فيكم تستمتعوا بمشاهدة الدلافين أو الغوص تحت المياه لاستكشاف أكثر من 300 نوع من الشعب المرجانية، وفيكم من خلال أكيد زيارتكم التعرف على الأحياء البحرية مثل السلاحف الخضراء، السلاحف من النوع الصقري المنقار، أو أكثر من 1200 نوع من الأسماك. ممكن كمان تستمتعوا بمشاهدة الطيور المهاجرة والنادرة أيضا، بالإضافة لوجود العديد من الجولات السياحية، الألعاب البحرية يلي تطفي رونق خاص من البهجة على زوار هالمنطقة. إلى أملج بالويك أند، شو رأيكم تغيروا جو شوي؟